ربما يتراود لذهنه على الفور أسرع إنسان عرفته البشرية، الجامايكي يوسين بولت. إن تحدثنا عن ما يعيقهم، أما إن تحدثنا عن التسديدات، فإن نجم الريال الأول قادر على تسديد كرة بسرعة 119 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة كبيرة جدا، إضافة إلى أن قلة من تسديداته لا تجد لها مكانا بين الخشبات الثلاث. أما على صعيد اللياقة البدنية، فإن الدراسات أكدت بأن التكوين الجسدي لرونالدو يجعله قادرا على ممارسة كرة القدم بكفاءة عالية حتى سن 40. أخيرا فيما يخص الارتقاء للأعلى، فإن أفضل لاعب في العالم عام 2008 يستطيع الارتقاء لمترين ونصف، بحيث تكون أقدامه مرتفعة على الأرض ب78 سنتيمترا، وهذا الرقم أكبر من متوسط ارتفاع لاعبي الـ NBA ب7 سنتيمترات، علما بأن رونالدو يرتقي على أرضية تمتص جزءا من اندفاعه للأعلى وليس على أرضية صلبة. أضف إلى هذه الميزات قدرته في التحكم بالكرة، فرونالدو يؤكد بأن ما يفعله آخرون بكرة قدم يستطيع هو فعله بكرة مضرب. الخلاصة، قد تشاهد لاعبا سريعا وآخر يمتلك تسديدات صاروخية، وثالث يتميز بالارتقاء والرأسيات المتقنة، ورابع يتمتع بقوة بدنية ولياقة عالية. ولكن إن شاهدتها جميعا في لاعب واحد، فتأكد بأنك تشاهد كريستيانو رونالدو.